السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع زمن المضارع التام، The present perfect tense. The present perfect tense معناها زمن المضارع التام. تعالى نتفق حبايبي إن أي زمن تام لازم يكون فيه verb to have والتصريف التالت. مفيش زمن تام أبدا هتلاقي مفهوش verb to have والتصريف التالت، ولأن ده مضارع تام حبايبي فإذا هيتكون من have أو has، وده المضارع بتاع verb to have والتصريف التالت للفعل. طبعا هنا حبايبي لازم اكون عارف ان الهاف بتيجي مع اي ووي وذاي ويو والاسم الجمع، اما هاز بتيجي مع هي وشي وات وكمان الاسم المفرد، وكل ده بيجي وراه تصريف ثالث. فلما يجي يقول لي حبايبي هي هاز بينت ولا بينتد ذا هاوس، اكيد هقول له painted. ليه؟ عشان دي مين حبايبي؟ has و have و has بيجي وراه تصريف تالت، ولما اقول الزمن ده ايه هقول له مضارع تام. لما يجي يقول لي حبايبي they have eat ولا eaten Chinese food هقول له طبعا have يبقى على طول وراه past participle تصريف تالت، فهقول they have eaten Chinese food. طيب لما اجي انفي بقى حبايبي، قال لي لما انفي كل الموضوع ان انا بحط ورا هاف او هاز نقط، سواء بالمنظر الكامل ده او ان ابوستروفي تي، وطبعا بجيب وراها الباس بارتيسيبل التصريف التالت للفعل. وهنا بقى حبايبي هلاقي في اخر الكلام يت، ويت دي معناها حتى الان، تاني يت معناها حتى الان. بس قال لي لا عادي جدا ممكن الاقي سو فار اللي معناها حتى الان، وممكن اقول اب تيل ناو برضو معناها حتى الان. بس الفرق حبايبي ان سو فار واب تيل ناو ممكن يجوا في النفي او الاثبات، لكن يت هي اللي تيجي في الجمله المنفيه فقط. يعني لو قلت لك يلا تعالى ننفي اول جمله اللي هي هي هاز بينتد ذا هاوس، يبقى اذا هبدا بهي عادي خالص، وهاز هتبقى hasn't painted the house، وهنا احط في الاخر بقى كلمة yet او so far او up till now يعني حتى الان. بس طبعا هو بيجيب لي yet لان yet هي نفي بس، اما so far up till now دي كلها ممكن تيجي في الاثبات او النفي. لو قلت لك تعالى ننفي يلا الجملة التانية they have eaten Chinese food، يبقى اذا هتقول they haven't eaten Chinese food yet، يعني هم ما كلوش طعام صيني حتى الان. اذا حبايبي لما يجي يقول لي he didn't paint has painted or hasn't painted the house yet، هنا بقى لازم اخلي بالي ان في كلمه yet في الاخر، واحنا قلنا ان yet دي معناها ان الزمن ده مضارع تام بس منفي، فبالتالي مش هختار didn't paint ولا has paint لان دي جمله مثبته، فلازم اقول hasn't painted. hasn't painted يعني لم يدهن البيت حتى الان. حبيبي كمان ممكن انفي في المضارع التام بكلمه never، يعني ممكن ما الاقيش not ولاقي never، وهنا بقى هلاقي في الاخر كلمه before، يعني هو ان يفعل الشيء ده من قبل. يعني مثلا لما اقول لي I have already ولا I have just ولا I have never ولا I have ever visited London before، طالما شفت before في الاخر حبايبي فالنفي هنا هيكون بكلمه never، فاقول I have never visited London before. لما اقول I have never visited London يعني انا عمري ما زرت لندن. طيب في السؤال حبايبي، هل في السؤال have و has؟ لما بجيت اول السؤال بيكون معناها هل، وبجاوب عليه have yes او no. طبعا have و has هيجي وراها الفعل، وبعد كده هيجي الباس بارتيسيبل التصريف الثالث، وهنا برضه حبايبي هلاقي كلمه yet معناها حتى الان، اذا يت ممكن تيجي في النفي والسؤال. لما اقول لي have you do ولا have you done the experiment؟ قال له have you done. ليه؟ قال له لان have و has حبايبي بيجي وراها تصريف ثالث. وهنا بقى لازم نعرف ان ممكن برضه في السؤال اللي بيبقى ده هل الاقي فيه في الاخر كلمه already، وalready حبايبي معناها بالفعل. طب يا ترى ايه الفرق بين already و yet في السؤال؟ قال لي يا حبايبي للمعرفه، يعني انا عايز اعرف اذا كنت انت عملت الحاجه ولا لا. فلما اقول له have you done the experiment yet؟ هقول له yes I have او no I haven't. طيب لما يسالني already هقول لك لا، ده هو عارف بس
مندهش ان انا عملت الحاجه دي في الوقت القليل ده. يبقى اذا قلت لحبيبي لما تيجي في السؤال بتبقى ها للدهشه، يعني انا مندهش انه عمل الحاجه. يبقى اذا لو سالتك انا عارف ولا مش عارف؟ هتقول لي لا انا عارف. ليه؟ لان هنا جيب لي في الاخر كلمه اوريدي. يبقى تاني الفرق بين اوريدي ويت، ان يت بجيبها في اخر السؤال فمعناها ان انا مش عارف الاجابه، اما اوريدي بتيجي للدهشه فقط لا غير. فانا بقول لي هاف يو دو ولا دون ذا اكسبيرمنت اوريدي، دي معناها ان انا عارف بس انا مندهش ان انت ازاي عملتها في الوقت ده. عادي جدا اقول يس اي هاف. طبعا حبايبي في السؤال بهاف وهاز لازم اخلي بالي من حاجه مهمه جدا. هو صحيح انا لما اسال بهاف وهاز في المضارع التام بجاوب في المضارع التام، بس اخلي بالي لو اداني في الاجابه علامه من علامات الماضي البسيط. يعني مثلا لما يجي يقول لي هاف يو واتش ذات فيلم، هل انت شاهدت الفيلم ده؟ فطبعا يجي يقول لي في الاجابه يس اي هاف واتشد ولا واتشد ات لاست نايت. طبعا هنا المفروض انا اقول يس اي هاف واتشد، بس هنا مديني في الاخر علامه من علامات الماضي البسيط خلاص، يبقى لازم اختار ماضي بسيط. يعني لازم اقول يس اي واتشد ات لاست نايت. طب ما ينفعش اقول هاف واتشد، هقول لك كنت ممكن اقولها لو ما فيش حبايبي لاست نايت، يعني لو لاست نايت دي مش موجوده كنت قلت يس اي هاف واتشد. يبقى لازم اخلي بالي لو سالني في المضارع التام بس اداني في الاجابه علامه من علامات الماضي لازم اختار ماضي بسيط. من الحاجات المهمة جدا حبايبي ان انا في السؤال دايما عن تجارب الناس، انا بسأل عن تجاربهم مروا بالتجربة دي ولا لا، هلاقي دايما في السؤال حبايبي كلمة ever، وever معناها سبق لك. لما تيجي في السؤال يبقى انا بسأل الشخص هل سبق لك فعل الشيء ده ولا لا، فيجي يقول لي have you ever ولا never ridden a horse. طبعا في السؤال اكيد هجيب كلمة ever، يبقى have you ever ridden a horse. يبقى اذا حبيبي ممكن الاقي في السؤال اللي معناها هل في المضارع التام كلمه ever، وever دي بتيجي في السؤال مش never. طب مثلا هي ممكن ever تيجي في الجمله المثبته؟ قال لي ايوه ever حبيبي من علامات المضارع التام، ممكن تيجي في الجمله المثبته عادي جدا في حالتين اتنين. الحاله الاولى ان انا اقول it's the first time، دي اول مره افعل الشيء، يبقى انا بجيب مضارع التام بكلمه ever. ثانيا لما اجيب جمله فيها مقارنة من الدرجة العليا يعني صفة PST، فأقول الجملة بعدها أول مرة أعملها. يعني مثلا لما أقول لي It's the first time he has a ridden horse، طالما قال لي دي أول مرة يفعل فيها الشيء يبقى لازم أجيب المضارع التام هنا بكلمة ever. It's the first time he has ever ridden a horse. يبقى لاحظ ever جيت في الجملة المثبتة إمتى؟ لما قال لي دي أول مرة أفعل الشيء. ثانيا لما يجيب لي قبلها جملة فيها صفة EST، يعني بقول لي مثلا رنا از ذا موست كيرفول جيرل، يعني رنا دي اكتر بنت حريصه، وبقول انا شفتها وانا قابلتها وانا عرفتها. قال لي هنا بجيب جمله في المضارع التام بكلمه ايفر، فاقول رنا از ذا موست كيرفول جيرل اي هاف ايفر سين. معناها دي اكتر بنت حريصه انا شفتها، يبقى هنا بجيب المضارع التام برضه بكلمه ايفر، ودول الحالتين اللي هلاقي فيهم ايفر في الجمله المثبته. تاني سؤال حبيبي السؤال اللي بيبدأ بيه أداة استفهام. طبعا حبيبي لما أبدأ بأداة استفهام في المضارع التام أجيب بعدها have أو has، وبعد كده الفعل، وبعد كده التصريف الثالث للفعل. ومن أدوات الاستفهام المهمة جدا أو المشهورة جدا في المضارع التام هي كلمة how long. how long معناها ما طول المدة، فيجي يقول لي how long has he lived ولا lived إنجليزي، حوله طبعا lived إن أنا عندي has. طب How long has he lived in Giza؟ يعني ما طول المدة اللي هو عاش فيها في الجيزة. بس لازم ألاحظ ساعات حبايبي في السؤال ما بيقوليش how long بس، بيقولي how long ago، وهنا بقى ما ينفعش أجيب مضارع تام. طالما جاب لي ago ورا how long يبقى هنا السؤال بتاعي حبايبي ماضي بسيط، فأقول how long ago did he live ولا has he lived in Giza؟ اوعى تقول has he lived، طالما جاب لي ago فهقول did he live. بلاحظ أداة الاستفهام بيجي وراها have as وبعدين الفعل والتصريف الثالث. طبعا من الأدوات الاستفهامية how long، بس لو قال لي how long ago بجيب وراها ماضي بسيط ما بجيبش مضارع تاني. تعالوا حبايبي بقى نشوف صيغة المبني للمجهول في المضارع التام. طبعا لما أجي أبني مجهول في المضارع التام حبايبي ببدأ بالمفعول بتاعي وبعدين أجيب has أو have، وهنا بقى لازم أجيب كلمة been اللي هو التصريف الثالث من verb to be، وبعدين التصريف الثالث للفعل شكل ما هو، والفعل مسبوق بكلمة done. يعني مثلا لما يجي يقول لي احمد هاز سكورد 3 جولز، احمد سجل 3 اهداف، لما جاب المجهول طبعا هنا هبدا بالمفعول اللي هو ايه حبايبي؟ هتقول له يا مستر 3 جولز. طيب انا عايز اقول تسجله. طيب اذا لازم اجيب هنا هاز او هاف. طب هجيب هاز ولا هاف؟ هتقول لي لا يا مستر هجيب هاف. ليه؟
اصل احمد كان مفرد لكن 3 جولز جمع هاف. طب هنا بقى لازم اجيب مين؟ هتقول لي بين. وبعدين قال التصريف التالت للفعل شكل ما هو سكورد باي احمد، يبقى تلات اجوان اتسجلوا بواسطة احمد. تاني حبايبي ببدأ بالمفعول هاف او هاز، بين باس بارتيسيبل تصريف تالت للفعل، الفعل مسبوق بكلمة باي. تعال نشوف بقى امتى استخدم المضارع التام. طبعا حبيبي انا بستخدم المضارع التام لما اكون بتكلم عن احداث بدأت في الماضي وما زالت مستمرة حتى الان، وهنا هلاقي بقى كلمات شكل فور وسنس. تاني فور وسنس، فور اللي معناها لمدة وسنس اللي معناها منذ، ودي هنتكلم عنها دلوقتي. طبعا تاني احداث بدأت started in the past، بدأت في الماضي and to continue till now، واستمرت لغاية دلوقتي. فلما اقول لك احمد lives ولا has lived in Egypt since 1999، طبعا هنا سنس على من علامات مضارع تام ومديني المدة اللي عاش فيها، فبالتالي لازم اقول has lived. معنى الكلام ايه ده حبيبي؟ هقول لك معنى الكلام ده ان احمد عاش في مصر من سنة 1999 ولسه عايش فيها لغاية دلوقتي. يبقى اول استخدام شيء بدأ في الماضي وما زال مستمر حتى الان. تاني حاجة حبيبي لازم اكون عارف ان انا بستخدم فيها المضارع التام ان انا بتكلم عن احداث لسه منتهية حالا. Actions that have just finished، لسه خلصانة. وهنا بقى هلاقي كلمات شكل already و just. طيب just دي حبايبي بتيجي بعد have او has، والتصريف التالت نفس الكلام already have او has والتصريف التالت، بس الفرق ان already دي حبايبي ممكن تيجي في نهاية الجملة اما just لا. فلما يجي يقول لي she tidied ولا has tidied her room already، هقول له طالما انت شفت already في الاخر فاذا هقول she has tidied. طب ممكن اقولها بطريقة تانية؟ هتقول لي ايوه ممكن اقول she has already or just tidied her room. وهنا بقى حبايبي لازم اخلي من بالي من حاجة مهمة جدا. ايه هي؟ في فرق كبير جدا بين just و just now. just لما يجيبها لوحدها حبايبي دي من علامات المضارع التام، اما لو قال لي حبايبي في الاخر just now قال يبقى كده اللي جاي قبلها ماضي بسيط. يعني لو انا حبايبي جبت نفس الجمل دي وقلت كده she tidied ولا has tidied her room just now، هتقول لي اه just now مش شكل just. طبعا اللي just now في الاخر يبقى ده ماضي بسيط، يبقى لازم اختار tidied. تاني لازم اختار tidied. طيب الشيء الثالث اللي انا بستخدم فيه المضارع التام actions that finished a short time ago، يعني احداث منتهية منذ وقت قصير ولكن دون تحديد زمن محدد. وهنا حبايبي شكل ما قلنا قبل كده ان هو بيهتم بالفعل وليس زمن الفعل، يعني بيهتم بالفعل نفسه مش زمن حدوث الفعل. وهنا بقى هلاقي كلمات حبيبي شكل كلمة recently وكلمة lately. فأول ما أشوف recently و lately بعرف إن الكلام ده present perfect مضارع تام. فلما أقول my uncle visited ولا has visited us recently، هقول له لأ طالما شفت recently يبقى أنا هجيب على طول مضارع تام فأقول my uncle has visited us recently، ودي معناه إن my uncle visited us a short time ago، يعني زرنا منذ وقت قريب. فأنا المهم هنا عندي إن هو عم زرنا مش مهم امتى. الاستخدام الرابع حبايبي بستخدمه لما اكون بعبر عن actions، يعني احداث that finished but has an effect on the present، باحداث حدثت في الماضي ولكن حبايبي ليها تأثير موجود دلوقتي، يعني اثر الحدث بشوفه قدام عيني موجود. يعني مثلا لما اقول لي واو the car is very clean، العربية نظيفة جدا، يبقى my father washed ولا has washed it. طالما العربية نظيفة جدا يبقى اذا بابا لسه غسلها، يعني اثر الحدث لسه موجود، الحدث لسه خلصان، فبالتالي الكلام ده لازم يبقى مضارع تام فلازم اقول has watched has watched. بالتالي حبايبي بتكلم بيه عن احداث حصلت ولكن اثرها لسه موجود. من الحاجات المهمه جدا اللي انا بستخدم فيها المضارع التام حبايبي لما اكون بتكلم عن actions، يعني احداث that can happen more times، اللي ممكن تحدث اكتر، يعني احداث قابله للزياده. يعني لما اقول لك مو صلاح سكورد ولا هاز سكورد ميني جولز هتقول لي اه
محمد صلاح سجل اهداف بس هو لسه بيلعب ولسه محترف، يعني ممكن يسجل اهداف اكتر، اذا الحدث ده قابل للزياده، فبالتالي هنا هقول هاز سكورد. لو جبت نفس الجمله دي حبايبي بس مثلا عن ابو تريكا، قلت لك ابو تريكا ايه ميني جولز، هتقول لي ابو تريكا خلاص بطل لعب، يعني ما عادش يلعب ولا عاد محترف، فبالتالي هقول سكورد هنا ما اقولش هاز سكورد. طيب قال لي كمان بستخدم المضارع التام حبايبي لما اكون بتكلم او بسال اسئله عن تجارب الاشخاص، يعني بسال الشخص عمل الحاجه دي قبل كده ولا لا، وشكل ما قلنا قبل كده حبايبي ان انا بستخدم هنا بقى كلمه ايفر، تاني بستخدم كلمه ايفر، فلما يجي يقول لي did you ever ولا have you ever been to اسوان، هنا بساله انت رحت اسوان قبل كده ولا لا، فهنا حبايبي هسال بكلمه ايفر ومضارع تام فاقول have you ever been to اسوان، يعني هل سبق لك زياره اسوان، تاني هل سبق لك زياره اسوان. تعالى حبيبي بقى نشوف حاجة من الحاجات المهمة جدا في زمن المضارع التام هو استخدام since و for. طبعا since حبيبي معناها منذ، أما for معناها لمدة. طبعا since حبيبي بيجي وراها وقت محدد، أما for بيجي وراها مدة زمنية. يعني لو هنا مثلا since يجي وراها السنة 1999 هنا تلاقيه عدد السنين 3 years، لو جه هنا الشهر مثلا January تبص تلاقي هنا 4 months عدد الشهور. طب لو لقيت هنا summer معنى فصل الصيف، winter شتاء، هتلاقي هنا عدد الفصول 3 seasons 4 seasons. لو لقيت هنا اسم اليوم شكل Monday تلاقي هنا عدد الايام، تلاقي عدد الساعات، تلاقي عدد الدقائق، عدد الثواني، اي عدد بالمنظر ده بقول عليه مدة زمنية، ما عدا حبايبي بس لما يقول لي 2 o'clock. 2 o'clock معناها الساعة 2 مش ساعتين، ودي تيجي مع since. طبعا since حبايبي بتيجي معاها كلمة اسمها then، since then معناها منذ ذلك الحين. for بيجي معاها مدة شكلها long time أو long أو ages أو while أو while، for a while يعني لبرهة من الزمن، وfor as long as يعني لمدة تبلغ. طبعا هنا كل ده حبايبي بيجي مع for وكل ده مدة زمنية. من اهم الحاجات اللي انا لازم اعرفها بقى ان since بيجي وراها جمله كامله، والجمله دي حبايبي بيكون في زمن الماضي البسيط، تاني since بيجي وراها جمله كامله والجمله دي حبايبي بيكون في زمن الماضي البسيط، وهنا بنقول ان since لما تربط جملتين بيبقى هنا مضارع تام وهنا حبايبي ماضي بسيط. فلما يجي يقول لي we haven't had ice cream in ages، طبعا ages دي مده فهقول for. لما يجي يقول لي we haven't had ice cream in Monday هقول له Monday ده وقت محدد اسم يوم، فبالتالي لازم اقول since. ولكن هنا بقى حبايبي لازم اخلي بالي من حاجه مهمه جدا، ودي حاجه دايما بيغلطني فيها، انا بجيب since قبل الاوقات المحدده لما يكون الزمن مضارع تام. طب قدر الزمن مش مضارع تام، اوعى تجيب since قبل الاوقات، بجيب كل وقت حرف الجر بتاعه اللي احنا واخدينه الاصلي، يعني الوقت بجيب قبله at الايام on السنين والشهور والفصول in. يعني مثلا لما اقول لي we didn't have ice cream a Monday، خلي بالك بقى هنا الزمن ده مش مضارع تام، اذا ما اقدرش اقول هنا ابدا since Monday، امال هقول on Monday، هجيب حرف الجر اللي بياخده الوقت اصلا فهقول on Monday. يبقى لازم اركز هل الزمن ده مضارع تام ولا لا عشان ابدا اجيب since او حروف الجر الاخرى. لما يجي يقول لي we went to Aswan a 2019، طبعا هنا الناس جايب له اول اختيار سنس وهو شاف سنه فعلى طول بيجري عليها، هقول لك لا الزمن ده ماضي بسيط، فبالتالي لازم اقول يا حبيبي هتقول لي لازم اقول ان، لان ده مش مضارع تام ده ماضي بسيط. طيب تعالى كده نشوف المثال ده، بيقول لي اي هاف ليرنت انجلش اي اي واز 6، هقول لك طالما جاب لي جمله كامله يبقى على طول لازم اختار سنس، ما ينفعش اختار فور. ثانيا لازم اعرف ان الجمله الكامله دي بتبقى في زمن الماضي البسيط، يعني لما يجي يقول لي I have known Ali since I go ولا has gone ولا went to Alex، فلازم اقول له went. ليه؟ هقول له since هنا مضارع تام وهنا ماضي بسيط، تاني ادي مضارع تام يبقى ده ماضي بسيط فلازم اجيب went. ولكن من الحاجات المهمه بقى حبايبي اللي انا لازم اعرفها ان ممكن since اصلا ما يكونش معناها منذ، since ممكن يكون معناها لان، وهنا بقى انا مش مرتبط بالقاعده دي خالص، يعني عادي الازمنه هنا مش مرتبط انا بمضارع تام. يعني لما يجي يقول لي I didn't go to school since I was ill، هنا since هتقول لي ايه؟ هتقول لي معناها لان انا ما رحتش المدرسه لاني كنت تعبان، وهنا بقى ممكن الاقي المضارع التام بعدها مش قبلها. يعني حبايبي ممكن اقول لك I have a stomachache
يعني أنا عندي ألم في المعدة أو مغص since I have eaten too much. لاحظ بقى هتقول لي ازاي يا مستر يا سينس بيجي بعدها مضارع تام ده بيجي قبلها؟ هقول لك ما هو سينس هنا مش ايه يا حبايبي؟ هتقول له اه ده سينس هنا مش معناها منذ، امال سينس هنا معناها ايه؟ لان. من الحاجات المهمه بقى في سينس يا حبايبي هي القاعده دي، اتس مده زمنيه وبعدين سينس، هنا بقى اوعى تجيب مضارع تام، امال هجيب ايه يا مستر؟ هجيب ماضي بسيط. يعني كده كده القاعده دي برده سينس هيجي وراها ماضي بسيط لان سينس هنا معناها منذ. اذا هنقول ان سينس طالما معناها منذ هيجي وراها دايما ماضي بسيط مش مضارع تام. فلما يجي يقول لي اتس 3 اورز سينس اي اي ذس فيلم، هتقول له ادي اتس وادي مده زمنيه، يبقى هنا هجيب ماضي بسيط. نفس الكلام اتس 3 اورز سينس اي اي سامي، هتقول لي اه ادي مده زمنيه وادي سينس، يبقى هنا على طول حبايبي ماضي بسيط، فلازم اقول سينس اي ميت سامي. من الحاجات المهمه جدا حبايبي هي استخدام المده مع سينس وفور. يعني انا عارف ان فور بيجي وراها مده زمنيه، طب لو المده الزمنيه دي يا مستر بيجي وراها اجو، قال لي لا هنا هختار سينس مش هختار فور. يعني لما يجي يقول لي I have learned English a 5 years، هقول لك اه ال 5 years دول مده زمنيه وده مضارع تام فانا هجيب فور. طب يا مستر لو قال لي نفس الجمله I have learned English 5 years بس قال لي اجو، هنا بقى لازم اجيب حبايبي كلمه مين؟ سينس. تاني لازم اجيب كلمه مين؟ سينس. عشان كده حبايبي في اداه استفهام اسمها سينس وين، لان وين دي هيجي الوقت المحدد، او فور هاو لونج. لازم احفظ اداتين للاستفهام دول كويس جدا. لو قال لي سينس يبقى اسمها سينس وين، لو قال لي فور يبقى فور هاو لونج، لان ده عايز المده وده عايز الوقت. لما يجي يقول لي ايه وين هاف يو ليرنت انجلش، هقول له اه سينس. انما لما يقول لي ايه هاو لونج هاف يو ليرنت انجلش، هقول له طبعا فور هاو لونج، يعني لمده قد ايه. طبعا حبايبي الحاجات المهمه واخر حاجه هنتكلم عنها هو هاف بين تو وهاف جون تو. طبعا قلنا هاف بين تو هاز بين تو معناها راح ورجع يعني زار وعاد، انما هاف او هاز جون تو معناها ذهب ولم يعد، يعني راح وما رجعش. فمثلا لما يقول لي وير از يور ماذر، الاب مثلا بيسال ابنه وير از يور ماذر، يعني مامتك فين. طبعا معنى ان يساله ان مامتك فين معناه ان هي مش موجوده، يعني معناه ان هي راحت مكان ولسه ما جتش، فبالتالي ما ينفعش اقول له شي هاز بين تو ذا ماركت، لان هي لو راحت السوق كانت رجعت وهو عارف هي فين. اما هنا هقول شي هاز جون تو ذا ماركت، يعني راحت السوق ولسه ما رجعتش. طيب المثال الثاني بيقول احمد هاز ايت تو ميني كونتريز بات هي هازنت فيزيتد انجلاند ييت، لكنه ما زارش انجلترا لغايه دلوقتي. عايز اقول هو زار، وزار ورجع هنا معناها هاز بين تو، يبقى بين تو معناها راح ورجع، انما هاز جون تو معناها ذهب ولم يعد. اتمنى انكم تكونوا فهمتوا زمن المضارع التام بكل التركات اللي موجوده فيه. حاول بقى تحل وشوف يا ترى هقدر اطبق على الكلام ده ولا مش هقدر. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. شارك لكل زمانك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.